في بقى حاجة اللي احنا بنحب نركز عليها، ان هو يكون حد تقدر تحاول تكتشفه. هنا بيجي دورنا احنا بقى كرنين مغناطيسي، وخاصة رنين مغناطيسي وظيفي والحاجات المتقدمة اللي احنا بنعملها، ان انت تتوقع في واحد لسه في الاربعينات او الخمسينات او من خمسين، يعني من اربعين لستين، ها؟ تتوقع ان الراجل ده او الست دي هيجي له الزهايمر لما يبقى عنده 65 و70 و75، ها؟ يعني الرنين بدأ يكتشف ده لو هو ممكن الشخص ممكن طب هي ايه الاسباب؟ الاسباب بيئيه وجينيه وكده، الناس عندها استعداد جيني لكده. لا ما لا جيني، يعني هم عندهم جينات متوارثه في العيله تعمل كده. فده غالبا بيبقى مثلا ابوه مات بالزهايمر، عنده اخ عنده الزهايمر، ابن عمه، مش عارف ايه، حاجات كده يعني. حاجات وراثيه. حاجات وراثيه. في حاجات بيئيه، كل الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا بتعمل كده. التلوث، السمنه، عدم الرياضه، التوتر. السمنه ايوه، السمنه، اكل غلط، مش يعني اي حاجه غلط هتعمل الزهايمر.